في البداية بس حابب اجاوب على اسئلة كتيرة 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 بتتكرر في الكومنتس اللي بيجيلي على الفيديوهات. انا برد على كل الاسئلة بس بيبقى في الاف التعليقات، فبحاول ارد هنا بحيث ان الفيديو هيجمع عدد كبير. بالنسبة للقاهرة لسه لا يا ايمان، القاهرة ظهرت بس كان في عطل فني في النتيجة بتاعت القاهرة والجيزة، هتخشي خلال الفترة دي هتلاقيها موجودة. بالنسبة للاقصر وصهاج لما يتم الاعلان عن ميعاد النتيجة، وانا بحب انقل الحاجة بمصداقية ومن مصدرها، الحمد لله المصداقية بتاعتي والطلاب عارفة كده كويس. بالنسبة لمحافظة الشرقية يا إسراء، محافظة الشرقية يا إسراء هتظهر يوم الأحد بحسب ما أعلن محافظة الشرقية. بالنسبة لأسيوط طبعا بلا فخر، يعني محافظتنا كل سنة بتظهر في الآخر، فتظهر في نهاية الأسبوع الجاي بحسب الكلام المحافظ. هي القليبية ماتت ولا لا؟ ما ماتتش وهتظهر خلال الأسبوع الجاي. المنيا لم يتم الإعلان عن ظهور محافظة المنيا. طيب هنقول دلوقتي بقى رسميا اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2021 المحافظة رقم 9. ما تنساش اللايك، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة لو ما كنتش مشترك عشان تتابع معايا كل الأخبار التعليمية والخدمية اللي بقدمها. وكمان وانت بتشترك فعل الجرس على كلمة اول او كلمة كل عشان يوصلك كل الأخبار. الناس بتسألني هل يا مستر في فيديوهات مش بتوصل لنا؟ لا، لازم تعمل قول عشان توصلك. لو عندك اي تعليق سبهولي وانا برد على كل التعليقات ان شاء الله. هقول بسرعة كل المحافظات اللي ظهرت عشان نتابعها مع بعض. عندنا محافظة اسوان ظهرت وكانت نسبة النجاح 80.3، عندنا محافظة السويس ظهرت وكانت نسبة النجاح 86.9. تقدروا تقارنوا بين المحافظات انتوا ونقدر نعرف نتيجة دخول سنة. وإن شاء الله نسبة جنوب سيناء ظهرت بنسبة 93%، ودي كانت أعلى نسبة نجاح. بالنسبة لمحافظة اسكندرية كانت بنسبة نجاح 78.9. بالنسبة لكفر الشيخ كانت نسبة النجاح عالية جدا، كانت نسبة النجاح 90%. أما بالنسبة لمحافظة القاهرة والناس اللي سألت عليها، وزي ما وضحت لك في بداية الفيديو النتيجة هتبقى إزاي، كانت بنسبة نجاح 83.9. بالنسبة لمحافظة بني سويف هي أقل المحافظات حتى الآن وأسوأ نسب النجاح 76.4. أما المحافظة اللي لسه ظاهرة منذ قليل وهي محافظة الإسماعيلية وظهرت بنسبة نجاح 83%، وزي ما وضحت قبل كده 83% يعني كل 100 نجحوا 83 وسقطوا فيهم 17، دي معنى كلمة 83%. أتمنى التوفيق للجميع، ولو عندك أي تعليق بخصوص النتائج وأنا زي ما قلت سايب رابط للنتائج كلها عشان تقدر تجيب النتيجة. بالتوفيق للجميع ودايما متميزين وناجحين في حياتك.